ما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالة تهام يحييكم وأسعد كثيرا بأن نلتقيكم أسبوعيا عبر قناتكم الشروق ومن خلال برنامجكم منبر الجماهير، البرنامج الرياضي الأوحد الذي يخصص مساحة حرة للجماهير الرياضية لتعبر عن رأيها وانتقاداتها ووجهة نظرها في القضايا والأحداث الرياضية. بوصلة منبر الجماهير هذا الأسبوع توجهت صوب الشرق الجزائري لتحط الرحالة عند فريق ينافس على التأشيرتين المتبقيتين للصعود إلى دور الأضواء قبل ثلاث جولات من ختام البطولة. فريق تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي وقدم للكرة الجزائرية أسماء كثيرة صنعت أمجاد النوادي والمنتخبات الوطنية. فريق تميز بحب وعشق ووفاء أنصاره رغم كل الصعاب والمحن. فريق شبيبة سكيكدا أو الروسيكادا تنافس إلى آخر رمق، وأنصارها أو أنصار بلا حدود ضيوف بلاطو منبر الجماهير متحدين وواثقين ومعولين على أشبال غوميز لتحقيق واسترجاع أمجاد الماضي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الافاضل في هذا العدد الخاص مع فريق شبيبة سكيكدا، الفريق الذي ينافس على تأشيرتين متبقيتين تحقيق الصعود الى دور الاضواء الموسم المقبل بعدما ضمن نادي اولمبيك بارادو ورقة الصعود. تبقى المنافسة بين شبيبة سكيكدا وشبيبة بجاية وايضا اتحاد بسكا. تحدث على شبيبة سكيكدا، دعوني ارحب بمناصر بدر الدين. مرحبا، اهلا وسهلا بك معنا بدر الدين. الله يسلمك. محمد لمين، مرحبا بك ايضا معنا. كمل مناصر اخر لشبيبة سكيكدا، مرحبا بك معنا ايضا. التحية لشيخ المناصرين عبد المالك، مرحبا بك. التحية ايضا لانصار بلا حدود اللي راهم معنا في البلاطو، ايضا التحية لانصار شبيبة سكيكدا للروسيكادا، الانصار متواجدين وراء الشاشة اكيد هم كثر لان شبيبة سكيكدا فريق عريق وايضا متميز بانصاره الكثر، ليس كذلك عبد الملك؟ انصار شبيبة سكيكدا متواجدين في كل ربوع الوطن وحتى خارج الوطن. والله اكيد يعني، وهذا منذ زمن بعيد. الانصار والمحبين كما يقولوها لا جي اس ام اس لاول باس دران توجور لي غروند فول يعني. وعندها دي سامباتيزون ان بو بارتو اترافير لو موند، ماشي برك في داخل الجزائر يعني، حتى في خارج الجزائر. والشيء الجميل ايضا اسمها انصار بلا حدود، يعني يتنقلوا دائما. بدر الدين، هذه الميزه لانصار شبيبة سكيكدا بلا حدود، يعني ما عندكمش حدود، تتنقلوا مع كل خرجات وتنقلات الفريق. بطبيعه الحال انصار بلا حدود يتنقلوا مع فريقهم في كل ربوع الوطن. قبل اخر تلك مباراة بجاية أكثر من 7000 مناصر سكيكدا كانوا حاضرين بملعب الوحدة المغاربية. نعم، والشيء الجميل أيضا أن شبيبة سكيكدا تبحث دائما على تحقيق العودة إلى واسترجاع أمجاد الماضي، لأنه فريق كان له اسم كبير، فريق أسس في سنة 36 900 و1000، فريق قدم للكرة الجزائرية مثل ما كنت أتحدث سابقا لأسماء كثيرة صنعت أمجاد وأمجاد النوادي وأيضا حتى الفرق الجزائرية. والجميل أيضا مشاهدينا الفاضل ندخل مباشرة في الموضوع لنسترجع ذكريات شبيبة سكيكدا مع الزميل محمد مبروك الذي تحدث لنا على تاريخ فريق روسيكادا. عندما يكون الحديث عن مدن الشرق الجزائري فالبوصلة تقودك مباشرة نحو لؤلؤة الشرق، تلك هي مدينة سكيكدا، من أقدم المدن الجزائرية وأجملها، تتمايل بغروب الشمس، لها تآلف مع التاريخ وقبلة للسياح. شبيبة سكيكدا أو الشبيبة الرياضية لمسلمي فيليبفيل، وهي التسمية القديمة للفريق. جاءت فكرة تأسيسها عن طريق الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس أثناء زيارته لمدينة سكيكدا سنة 1935، وبعد خطابه في مسجد سيدي علي الذيب أرسل رسالة فحواها محاربة الاستعمار الفرنسي عن طريق الجمعيات الرياضية والثقافية، ومن هنا
كانت فكرة تأسيس النادي وتحديد قوانينه وشروط عضويته حتى أصبح جزءا من تاريخ كرة القدم الجزائرية، وقدم منتوجا كرويا يليق بسمعة البطولة الوطنية. كيف لا والشبيبة نشطت نهائي السيدة الكأس عام 61 أمام ميثاق سطيف، ونصف النهائي سنة 2001 أمام اتحاد العاصمة بعدما أقصى العريق شباب الوزداد في الدور الربع النهائي، إضافة إلى تتويجه بكأس شمال إفريقيا في أربعينيات القرن الماضي. الشبيبة مدرسة كروية أنجبت العديد من الأسماء التي لطالما أبدعت وتألقت في البطولة الوطنية على غرار نجم المنتخب الوطني عيسى دراوي، والذي حاز مع المولودية على عدة ألقاب وكؤوس وطنية وإفريقية. لطالما ارتبط شغف وسحر الكرة الجزائرية بفرق نجحت في أن تدون اسمها بطلة متوجة على عرش البطولة الوطنية، لكن شبيبة سكيكدا اتخذت من أنصارها تاجا فوق رأسها أينما حلت وارتحلت، إلى حين تتويجها بلقب يليق بسمعة وعرقة النادي. محمد مبروكي، منبر الجماهير. وايضا صور عالميه لشبيبة سكيكدا. نتكلم مع محمد لامين، هذه الصور وين كانت؟ هذه الصوره الاخيره يعني في الميناء. هذه صوره سكيكدا تم في احتفال ذكرى تاسيس شبيبه سكيكدا الموسم الماضي، وكانت اجواء خياليه حقيقه. كانت والله خياليه يعني. برافو برافو حضور عدد قياسي من اكثر شبيبه. برافو. يلا ونعود نتحدث على شبيبة سكيكدا، الفريق اللي قدم أسماء كثيرة من بينهم عيسى دراوي هو العلامة المسجلة في تاريخ شبيبة سكيكدا، أيضا الإخوة بوشاش. نتكلم مع سي عبد المالك، نتكلم على فريق شبيبة سكيكدا، تاريخ عريق 36 من القرن الماضي تأسس، قدم أسماء كثيرة، لكن ربما النقطة السلبية أنه في خزانته ما عندوش ألقاب، وصل النهائي فقط سنة 67 ونصف النهائي مع اتحاد العاصمة. مقارنة بالتاريخ، مقارنة بالعراقة، مقارنة بالأنصار وحجمهم، مقارنة بالولاية كاملة، الالقاب ناقصه شويه عند فريق روسيك هذا. والله يعني اكيد احنا دائما كانت الطموحات تاعنا كبيره، ولكن النتائج ما تبعتش الطموحات تاعنا، خاطر الطموحات تاع الجماهير تتمنى انه يكون عندنا فريق في 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 المستوى الاول، يعني بحكم انه يلعب كره جميله وين كما نقولوها سي بلاس او بو جو بور بلير او سبيكتاتور يا تو الموند. دونك سي بوركوا لا جي اس ام اس كما قلت لك في الاول عندها ديما صوره مليحه، الناس كامل الاول باس الناس كامل تحبها، باسكو بون بار لو باسي ديجا قدمت دي جوار كبار ماشي على الاسماء. ذكرت ربما عيسى دراوي والاخوه بوشاش واسماء كثيره. والاخوه بوشاش وكاين مجيد صاحب ثاني كي في بارتي د ليكيب ناسيونال ainsi que Naïm Mourad ainsi que dernier en date ou Babouche على كل حال اللي لعب في المولوديه ومن بعد مؤخرا احمد قاسمي لو في مع نصر حسين داي. دونك قدمت اسماء عديده، يعني كنا لا جي اس ام اس راتي دو بو لاكسيسيون يعني دوبوي بيان دي زاني. دونك شوز اللي نتاسفوا له على كل حال. هذا واش راح كمل دائما تحكوا على التاريخ وربما حتى وانت تكون شاب، لكن بما انك متعلق بشبيبه سكيكدا متعلق بالفريق عندك ذكريات سنه موسم 85 و86 86 87 86 كان الصعود التاريخي 34 34 مقابله بدون انهزام لكن صعود كان تاريخي، لكن موسم فقط في قسم الاضواء في الدرجه الاولى بعدها عود كان صعود كان مدرب ولاعب قديم بوجناح طاهر هو كان مدرب الفريق، وكان لاعبين سكيكدا عجبتهم من كل كانت كانوا سكيكدا فيها كانوا كل 24 جوار وكل تاع سكيكدا كانت مدرسة بدون انهزام مرحلة الذهاب والعودة. ونشكر بوجناح طاهر العمل الذي قام به مدرب هذا الصعود، لكن لماذا ما عاودتش كمل؟ يعني صعدتوا صعدنا نقص الخبره ونقص
الدعم المادي يعني؟ مادي معنوي ما كاش مادي. يعني كان المشكل عندها المشكل دائما في الدعم. محمد لامين، نتكلموا الان على شبيبه سكيكده، انت لاعب شاب، يعني كيفاش علقت بهذا الفريق؟ كمناصر شاب كيفاش علقت بشبيبه سكيكده؟ هل من الاباء، هل من المحيط يعني؟ والله هي العلاقه تبدا في اولا انا ولد الحي، حي 20 اوت، هو معروف بحبه الشديد شديد، ملعب 20 اوت يعني قدامه ولا حي؟ امام ملعب بعد 20 اوت. ايوه معروف بحبه الشديد على غرار جميع الاحياء وجميع الدوائر والبلديات لولايه سكيكده. عنده ميزه خاصه جمهور شبيبه سكيكده في حي 20 اوت، عنده ميزه خاصه باسكو الملعب قريب للحي، ورانا كما نقولوا على كما يقول اي حاجه. صح، انت واش مش متعلق به في ذكريات الماضي، لانه راح نتكلموا على الحاضر والحاضر موجود. انا واش اللي حضرت لكن الماضي ليفينمون المليح اللي حضرت له، كنا نتمنى ان شاء الله ندو فيه لقب، هو لما انهزمنا امام اتحاد العاصمه نصف النهائي، في نصف النهائي كاس الجمهوريه 2001، وفزنا على شباب الوزداد في ملعب 20 اوت. وهذاك الوقت طمعنا احنا حقيقه، طمعنا ونحقوا لقب لشبيبه سكيكده. أيوة. ونفرحوا بهذه الجماهير الغفيره للشبيبه اللي حقيقه تستاهل، والله تستاهل، جماهير كبيره وغفيره ومتعطشه للالقاب. ان شاء الله تكون من خلال هذا الموسم ان شاء الله يكون تحقيق الصعود. مع بدر الدين نسالك سؤال، الاقمصه قميص شبيبه سكيكده في حرف بي بالفرنسيه، تعرف تاريخه؟ يلا شوفي اذا عندك شويه معلومات. لا لا على بالي عبد الملك، على بالي عندك المعلومه. انا شوفوا هذا المناصر الشباب اللي عندهم احنا راح نعد لك. يلا بدر الدين. هو الفي في بدايه الامر كان عباره عن حرف في بالفرنسيه، هو عباره عن حرف ام يرمز للميجيلمون المسلمين، وفي ليمونش كان تكمله الحرف الام، واللي يرمز في الحقبه الاستعماريه كان يرمز المسلمي مدينه سكيكده. واش كانوا الملاعبين واش كانوا يديروا انذاك؟ كانوا يحاولوا يخبوا، كانوا يخبوا كانوا يخبوا باش ما ولا كما قال لك زميل، انه او ديبار لو مايو كان بلون في الوسط. أيوة. ولي مانش لونغ اون نوار اي لو في اون نوار، دونك من بعيد كي تشوف 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 ام بون ديزون ديزون لو كولونياليزم ايل فواي كو لو في. Il n'interprétait pas la chose comme si هذا كامل لو ام، وحنا دايرين سبيسيالمون لو ام، نو زايو داروا لو ام بلي مونش نوار كي ديرهم كي من هكذا، سي لا لتر ام كي سو فورم كي دايور هذه فيزيبل، وحنا جوست بور ديفيرونسي، سيتي ان اوتر كومبا كونتر لو كولونياليزم، بلي حنا نو سوم دي مسلمان ماناش دي زاسيميلي، سيتي لو كومبا جوسكا نو جور. تاريخ عريق. D'ailleurs, c'est le combat de la GSM jusqu'à nos jours. Bon, malgré que nous sommes en indépendance, mais musulmans, il a Khadaraja. Ou le V aussi, il signifie victoire, donc il symbolise toute la symbolique, c'est dans la victoire. C'est pourquoi Hanan l'a boule le titre jusqu'à la fin, donc victoire. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حد هذا راح نعود نتكلموا عليها، راح نعود نتكلموا عليها. يلا بما انك تتكلم لي على 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 اللعب الى اخر رمق، واخر رمق قوي شبيبه سكيكده، نتكلموا على ثلاث مباريات متبقيه، نتكلموا ايضا على المباراه المقبله مع عين الفكرون، ونتكلموا ايضا على المرتبه الخامسه ب 39 نقطه، قبلها كاين بجايه، واللي قبلها كاين بسكرا، وكاين بارادو اللي ضمنت الصعود رسميا، يعني المنافسه تبقى، راح تكون حميده الوطيس. لكن نستعرض لكم مشاهدينا الافاضل مع زميل وليد فرحان حاني نتائج شبيبة سكيكده هذا الموسم، نتابع. حلم الصعود لا زال يراود الصغير قبل الكبير في ولاية سكيكده، أبناء الشبيبة اجتمعوا على كلمة واحدة، سنلعب حظوظنا إلى غاية آخر رمق من البطولة، وسنحارب من أجل كتابة تاريخ جديد لمدينة الفراولة. أبناء المدرب الفرنسي ديدي غوميز، وبعد البداية القوية في أول ثلاث مباريات جعلت أبناء الفريق الأبيض والأسود يتفاءلون بموسم جديد مغاير للمواسم السابقة، لتأتي الضربة التي كادت أن تقسم ظهر الفريق بعدما دخلت الشبيبة في دوامة من النتائج السلبية بدءا من الجولة الرابعة، عندما خسرت أمام اتحاد بسكرا بهدف وحيد. خسارة الشكوك إلى عقول جماهير الشبيبة، والتي تأكدت شكوكها بعدما تعرض الفريق إلى خمس خسارات من أصل سبع مواجهات متتالية، نتائج جعلت حلم الصعود يتلاشى تدريجيا من قبضة الفريق السكيكدي.
الانطلاقة الحقيقية للفريق جاءت بعد الفوز على شبيبة بجاية بهدف يتيم، فوز أعاد قطار الشبيبة المتعثر إلى السكة الصحيحة، حيث وصل أبناء سكيكدا عروضهم القوية بعدما جمعوا خلال 16 مباراة 29 نقطة من 48 ممكنة. العودة القوية لأبناء فريق الشرق الجزائري مكنتهم من احتلال الصف الخامس برصيد 40 نقطة، منصفة مع صاحب المركز الرابع شبيبة بجاية، وعلى بعد نقطتين فقط على آخر مقعد للصعود والذي يجلس فيه فريق اتحاد بسكرة. جماهير سكيكدا تترقب بشوق كبير عودة فريق القلب إلى دور الأضواء، وهي الغائبة عنه منذ أزيد من 29 سنة. وليد فرحاني، منبر الجماهير. ولما نتحدث على الحاضر، نتحدث عن نتائج ايجابيه، نتحدث الى حظيره الكبار. شبيبه سكيكدا تعيش الحلم ولو انه الماموريه صعبه. نتكلم عن محمد لامين ولا بدر الدين؟ يلا شكون يعطينا يلا تفضل محمد لامين. ماموريه صعبه شويه، عندكم ثلاث جولات، والحديث ربما هناك من يتحدث على الكولاس ممكن يلعبوا لكم برجليكم مثل ما يقولوا بالعاميه. امر شويه صعيب فيما تبقى من ثلاث مباريات. الامل مازال مطروح، امال مازال مطروح، وان شاء الله نحقوا الصعود. ولكن احنا حرب الكولاس هذه ما عندناش خبره فيها كمسيرين ولا كابناء النادي، ما عندناش خبره، واصلا ما عندناش علاقه بالكولاس. احنا معروفه شبيبه سكيكدا تلعب كره قدم، طبق كره قدم جميله. ممكن حتى ممكن الكولاس نعم الكولاسه ممكن راح تكون الفيصل في الكولاسه. احنا نتمنى ما تكونش ان شاء الله يكونوا مازالوا ثلاث جولات، عرفنا عن قرب على الصعود، ان شاء الله نحقوا الصعود هذا، ونتمنى ان شاء الله المباريات المتبقيه تكون بكل نزاهه. والفرق المستقدمه، الفرق التي تستقبل، ان شاء الله تقدم دروس وتبين لنا بلي مازال الكره الجزائريه بخير، مازال النوادي عندهم عرق على غرار جمعيه وهران، على غرار جمعيه شلف. ايوه هذو علاش ذكرت لي جمعيه وهران؟ لانه مصير البطوله يتحدد ان شاء الله في الجوله هذه في ملعبين بنسبة كبيرة، ملعب جمعية وهران، جمعية وهران تواجه اتحاد بسكرة. تستقبل اتحاد بسكرة. وجمعية شلف تستقبل اتحاد البوليدة. وكما نقولوا فريق جمعية شلف وجمعية وهران معروفين بكرة القدم، وقدموا كثير الكرة الجزائرية. جمعية وهران عندهم تاريخ كبير ومدرسة كروية، نتمنوا ما يطيحوش في الفخ هذه تاع كما سموها بعض الانصار واد كنيس، بطولة ولات واد كنيس. احنا ما نتمناوش تكون بطولة واد كنيس. ماذا بكم تكون منافسة، تكون منافسة نزيهة حتى يعني تبقى بارك الله فيك. ماذا بكم منافسة نزيهة؟ منافسة شريفة، والاجدر هو اللي بالصعود هو اللي يصعد ان شاء الله. ان توت اني دون زاني sport font toute sportivité pour sauver l'éthique parce que il y va du football algérien. ايضا واحنا نتكلم على ثلاث مباريات المتبقيه، نتحدث على المشوار اللي كان سابق مع بدر الدين. مشوار شبيبه سكيكدا كان بدايه لا باس بها في الثلاث جولات او الاربع جولات، لكن بعدها دخلتوا في فتره فراغ مع شبال المدرب غوميز، فتره فراغ اللي خلت شبيبه سكيكدا اضيعت كثير من النقاط. اعتقد كانت في سبع مباريات خمس هزائم، كانت سبع مباريات متتاليه فيها خمس هزائم. خويا خالد، في بدايه البطوله كما يعلم الجميع بدينا بدون مدرب. ايوه باسكو كان المساعد مدرب خلوط وبن بوعزه مدرب الحراس، هما اللي بداوا بعد استقاله المدرب ميهوبي قبل بدايه الموسم. انطلق الفريق بدون مدرب اربع جولات، بعد ذلك تم التعاقد مع المدرب بن يلس. ايوه فتره بن يلس تميزت بالفراغ، يعني الفريق خمس جولات حقق ولا فوز، يعني وربما هذاك هو اللي ضيعنا فيه كثير من النقاط طبعا. مع
غوميز ديديو غوميز عندما التحق بفريق شباب بسكيده نتائج الفريق تحسنت وين ولينا نشوفوا لعب جميل وين شفنا وين نلاحظ النقاط ورانا ضمن الخمسه الاوائل. نعم اذا في ميكروفون مع واحد المناصرين اللي حاب يتكلم معنا ميكروفون يلا ممكن راح يعاود يقعدكم معك الميكروفون يتكلم معنا مناصر اخر يلا راح نشوفوا ايضا نتائج شبيبه سكيكدا هذا الموسم. اعطونا الجدول بعد 27 جوله الفوز في 11 المباراه التعادل في 6 والخساره في 10 26 هدف مسجل وتلقى 20 هدف والفرق هو 6 نقاط في 27 مباراة 11 انتصار ضيعتوا الخمسة كمان كان فيه ضيعتوا شوية مباريات لكن مع نقاط مع أولمبي شلف خسرنا وضيعنا مع بوسعادة وتعادلنا مع بوسعادة ومقابلة اللي هلكتنا بزاف مقابلة أم الأربعاء ما عطيناش أهمية نهار ربحنا في بليده واستقبلنا الاربعه ما عطيناش الفريق اهميه يتخبط في المرتبه الاخيره وحقدنا شويه المنافس ما دخلناش بالحراره هذيك المواجهه اللي لعبوا بها ولا هذيك المباراه اللي ضيعتوا حوالي 9 نقاط لو كانت فيها 9 نقاط راح تكون خلاص راكم ضمنتوا الصعود يعني مسبقا يعني ايضا المباريات المتبقيه في الجدول الاخر اعطونا الجدول الاخر اذا في امكانيه الجدول الاخر المباريات المتبقيه هنا نتحدثوا على المباريات المتقدمه نتكلموا ايضا على شد الحزام شبيبه سكيكدا ستستقبل شباب عين الفكرون في الجوله 28 29 تنقل الى مولد تعلمة واخر لقاء مع المتصدر مع الفارق الصاعد هو نادي بارادو في ملعب 20 اوت هنا يا محمد لامين ماذا بكم هنا يكون الحل هذا اللقاء ان شاء الله يكون لانه ما احنا ما عندناش خيار اخر غير الفوز بثلاث مباريات المتبقيه لازم نفوزوا بها وان شاء الله يقدر يكون يتعثروا فيها اخرى المنافسين يقدروا يتعثروا وان شاء الله حقوا الصعود لانه امل مازال قائم انا واحد من الناس ما من بالصعود الى اخر رمق ان شاء الله مازال ونتمنى ما تكونش كولاسه هذا لو يكون فيه صعود او ما يكونش فيه صعود لا قدر الله يعني لانه هذا هو هكذا كره القدم مدردين فيها فريق يصعد فريق يبقى وفريق ينزل فيها فائز وفيها خاسر فيها متعادل هنا نتكلموا عن النقاط اللي ممكن المناصرين يطلبوها ويتكلموا عليها هي كنتوا تحدثنا تحت الهواء وقبل ما ندخلوا البلاطو كنتوا تحدثوا كثيرا على الاستقرار سواء في الاداره او حتى في التشكيله او حتى المدرب مع استخدامات نوعيه فقط بطبيعه الحال احنا كواكسيسوار النتيجه اللي تكون في نهايه الموسم راح نبقاو فخورين بالفريق تاعنا وفخورين بالمشوار اللي درناه كما قلت خويا خالد نبداو نحضروا سواء صعدنا او لا نبداو نحضروا الموسم القادم من الان لازم ندعموا نحافظوا على الاستقرار نحافظوا على الاداره نحافظوا على الطاقم الفني نحافظوا على اللاعبين مع تدعيم اللاعبين وكذلك تدعيم الاداره وان شاء الله احنا ماذا بنا ان شاء الله من العام الجاي نكونوا فريق محترف يعني نبدلوا الستاتيو تاع الفريق. ايوه هذا الستاتيو هذه النقطه التغيير في الاداره مالك واش كاين الاداره ما كانش مجلس اداره حاليا يعني ما كانش مجلس اداره في شبيبه سكيكدا ما فيهاش يعني فيها ثلاث اعضاء او فقط يعني اعتقد. هو ديجا لادمينستراسيون درك اللي راهي اون بلاس الا في دو كرون زيفور. يعني نحب ولا نكرهوا يعني جميع الاعضاء اللي راهم قاعدين يبذلوا في قصرى الجهود تاعهم باش D'ailleurs, la preuve est le classement de la GSMS. Comme je disais, les qui sont derrière les cadres qaïmines, les bouges de Saham. Ou Hedi Blemen, c'est aussi le soutien des autorités sur le plan financier, que ce soit de la part du Wali de Skikda, que ce soit de M. le maire de Skikda, que ce soit l'entreprise à l'EPS, qui n'a jamais désigné sur les moyens financiers. Mais avec ذلك نقصة شوية. نقصة bien sûr. نقصة بزاف. خاطر شو demander, نحبوا لنكرهوا, درك de nos jours, الدنيا غلاسه, كل شيء, pour pouvoir accéder, لازم, tu dois consentir des efforts, et puis de l'argent aussi. نحبوا ولا نكرهوا علاش ما كانش مع ان فيها منطقه صناعيه فيها المركز تاع البترول محمد لامين يعني هناك اكبر قاعده بتروكيماويه في افريقيا ككل هي معروفه سكيكدا منطقه صناعيه هي الاولى كانت ارزيو يعني الثانيه ولا الاولى يعني هي سكيكدا مؤخرا بعد زادوا داروا اكستنسيون على لينيتي الرافينري القديمه ولات لا كابسيتي تاعها دو برودكسيون بزاف هرب على ارزيو كما كانوا يحكوا الاخوه هو المشكل اللي نعاني منه شبيبه سكيكدا هو الاستقرار
كما ذكروا الناس الكبار على فاتوني هو الشيء المستقر في شباب السكيكده هم المناصرين. المناصرين يتغير المدرب، يتغيروا اللاعبين، تتغير الاداره، المناصرين هم الاوفياء لشباب السكيكده. يعني المناصرين ديما اوفياء وديما الهدف تاعهم واحد، هو حب الشبيبه ومناصره الشبيبه اينما كانت وبالحدود مثل ما سموها. في كل مكان حاضرين، في كل مكان حاضرين. واش هو حبيت نقول؟ الاستقرار. الاستقرار الاستقرار هو اللي يجيب النتائج. الموسم اللي تصعدنا فيه كان المدرب ابن مدينه سكيكده، اللاعبين انا نقول لك 90 حتى 100% بالاحتياط باللاعبين الاساسيين ابناء مدينه سكيكده، المناجره ابناء مدينه سكيكده، وجلبوا لنا لاعبين ممتازين، واكتشفوا لاعبين من مدينه سكيكده ومن الولايه، على غرار هناك مدارس كبيره في الولايه، وفاق القل، جيجيه، عزابه، ان شاء الله نتمناو الموسم القادم حققنا الصعود او لا، يكون استقرار. في الاداره نحكم المدرب، عندنا مناجره شبان جابوا لنا الموسم هذا لاعبين ممتازين على غير بالرمله خيطر معنا باللجهم محمد لامين، مناجر شاب نعطيهم كل الدعم هو وجميع اللي معنا المناجر هذا يا. معنا مناجر ورا المناجر. السلام عليكم. اعطي لهم الميكروفون، يلا اعطي لهم الميكروفون. يعني مناجر ومناصر شباب السكيكده في زوج ما شاء الله عليك. شباب السكيكده ربما بما انك انت كمناجر كثير يتحدثوا على النقص في شباب السكيكده، كان النقص في المناجر، هذا 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 هذا, هذا المنصب هذا كان شاغر شويه او اللي كان يستغله ما فيش لاعبين يعني ممكن يقدموه. بون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم على الدعوه. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. منصب مناجر هو منصب حساس في اي فريق، ولما تكون انت ولد الفريق شوف قرب الميكروفون الله يخليك. لما انت تكون ولد الفريق وتعمل مناجر تجيب له جوار غير المليح اللي يمد الاضافه للفريق، ما تحوش على امورك الشخصيه فقط، تحوس شويه على اللاعب. لا هذيك مصلحه الفريق قبل المصلحه الشخصيه. بان حقه الاهداف المرجوه والهدف تاعنا هو الصعود. شكون اللاعبين اللي ممكن يقترحوا يعني الموسم المقبل؟ لانك مناجر تبدا الاتصالات من الان يعني. يعني هذا سؤال شويه سري، خليه شخصي. لا لا هو على بالي بلي سري، لكن المناصرين ماذا بهم يعرفوا شويه. كش ما توعدهم قال للرئيس الفريق مع طبه اذا حققت الصعود راح نجيبكم فلان ولا علان. نبداو كما قاعد تقول بابناء الفريق على سبيل المثال احمد قاسمي. ايوا الفريق بوشار ممكن هذا يكونوا في الموسم المقبل ان شاء الله. بما ان ايضا مشاهدنا الفضل نتحدثوا على شبيبه سكيكده ونتحدثوا على مشاكلها اللي تخبط فيها، كانت في الايام القليله الماضيه كان وقفه احتجاجيه لاصال شبيبه سكيكده، تحدثوا على المطالب، تحدثوا على التدعيم المادي لو ينقص شبيبه سكيكده رغم انها تحوز كل الامكانيات اللوجستيكيه حتى يكون هناك دعم مادي، لكن مع ذلك الاداره وخزينتها ناقصه شويه حتى تكون فيها الاستقرار المادي للفريق. نتابع تصريحات انصار شبيبه سكيكده في ميكروفون الزميل احمد زكري. طلبوا من السلطة الولاية والبلدية تعاون الفريق، باسكو حنا رانا في مرتبة لا بأس بها، مرتبة رابعة، ورانا نطلبوا من صعود فريق إلى القسم الممتاز، باسكو الفريق هذا عريق وعنده لاعبين ومدرسة في كرة القدم. حنا خويا يعاونوا الشبيبة الغالية، شبيبة الملايين، حبوها في السرة والضرة، في المليحة وفي الحيرة. الشبيبه وتحيه الشبيبه وتحيه الشبيبه وعلم ديما طالع، وحنا مش انصار مناسبات وما تجيب لنا ريزيلطا نهم يحزنون. حقوا الدعم تاع المؤسسات لي سبونسور اللي دعم الفريق هذا ويدعم الفريق اللي عنده 80 سنه. اغنيه هاي صفر صفر. ما همش انصار مناسبات هكذا اللاعبين المناصرين الشباب، يقول احنا ما ناش انصار مناسبات يعني حاضرين دائما معاكم. ميكروفون اخر الى مناصر اي معي الميكروفون. نتكلم معاك، تحياتنا ليك، مرحبا بك معنا، قرب لي الميكروفون وتكلم لي على شبيبه سكيكده ونتكلموا على حلم الصعود وايضا الشيء اللي ناقصها دائما، لانه حققته الموسم اللي فات او اللي قبله كان فيه الصعود، لكن شبيبه سكيكده دائما عندها بعض المشاكل تبقى دوريه في كل موسم تتكرر من موسم لاخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا انصار طالبين بالصعود والحلم هذا ما عشناهش من قبل، حابين نعيشوا في الوقت هذا، وكما قلت من قبل المشكل اللي قاعد يكمن في الفريق الاستقرار. حق رئيس حقق صعود
ما كملش في الفريق. جا تغير الاداره ويجي طاقم فني جديد ولاعبين اخرين. ايش غير الطاقم الفني الاداري اللاعبين كل موسم 14 ل 15 لاعب. علاش هكا عبد الملك؟ علاش في سكيدا ايضا؟ والله السؤال يبقى مطروح. يعني احنا من المفروض انه حتى ليكيب باش تدعم ماشي اوسي بلو نومبر هذا تاع 15 16 جوار اشاك فوا، دونك هذا ديستابيليز ان تي بو ليكيب. حتى يعني مهما جبت انت حتى مهما كانت الطموحات تاعك ولا مهما جبت المدرب يكون حتى ولو في اعلى مستوى اي بو با كومبوزي، ما تكونش هذيك لا كويزيون تاع ما بين لي جوار، ما كانش لي روبير، ما كانش ليدونتيتي دو ليكيب، باسكو نحبونا بلا ما نكونوا شويه ان تي بو قال اقصائيين ولا حاجه، نحبونا نكرهوا ليسونس مام دو ليكيب، سي زونف الاولاد تاعها، ولادها، ولاد بلادها، هذوك هما اللي ديفونديو ليكيب. لكن والاخرين يجيو توت اوتوغ. تحدثتوا على غياب الاستقرار اللي متوجه عند الانصار، لكن الانصار ايضا عندكم واحد النقطه سلبيه، كاين بعض الانشقاقات، كاين بعض رواد الفيسبوك اللي شويه حبوا يخلطوا شويه، وهذا اللي كان ربما الموسم الفارط بعد تدخل الانصار حتى في الاداره، يعني حتى في اللاعبين، مثل ما تحدث الموسم اللي فات بدر الدين مع واحد من المناصرين تعدى على اللاعب ابو العنصر اعتقد اسمه، كان اعتداء. مثل هذه الاشياء يعني تعتبر دخيله على انصار بلا حدود يعني. لا هي دخيله، لكن انصار يعني احيانا ما يكونش فيها احتواء للمشاكل، يعني تكون فيها تصرفات شويه تاثر. بطبيعه الحال احنا ان شاء الله رانا مع الانصار بلا حدود، رانا نحضروا باسكو راح نحلوا لجنه انصار وين يكونوا كل انصار ستركتوري ان شاء الله ويكونوا الدعم. علاش ما كاينش لجنه انصار؟ لجنه الانصار سي هي بدينا بها، ومن بعد صارت بعد واحد الظروف اللي انحلت فيها لجنه الانصار. وهذا اللي خلى الدوله، لانه حقيقه الانصار شباب سكيكدا متحدين، لكن احيانا تكون فيها بعض الانشقاقات. محمد لامين، مثل ما نعود نتكلم مع حادث تابو الانصار بعد تضييع ضربه جزاء، اتهم بترتيب المباراه، نكونوا شويه صراحة، اتهم بترتيب المباريات، هو ضيع ضربه جزاء مع شباباتنا اعتقد. نعم، اتهم بترتيب المباريات وكان اعتداء عليه، وهذه التصرفات من المناصرين سواء شباب سكيكدا ولا مناصر فريق اخر مرفوضه تماما، لانه المناصر يبقى مناصر ويآزر فريقه في المدرجات ويبقى واقف معاه، اللاعب يلعب والمسير يسير مدرب يدرب، وهكذا الفريق يمكن ان يلتقي لما يحب كل من متعلق به. يعني احنا علاه اشاك فوا نسيستيو على الاستقرار؟ احنا علاش كنا نعانيو في المواسم السابقه من هذه المشاكل كنت تحكي عليها؟ هو تغيير المدربين، الموسم الماضي بديريكتوار وعقليات بزاف، وكما نعرفوا رانا في الجزائر كل رئيس عنده فئه هكذا يخدم بها، عندهم ناس يساندوه، وناس وواحد كينجح توجور كاين ناس وراه حابه تفز، حابه هكذا تغير الغيره تتولد من الناس هذوك اللي حابين هما يكونوا في المنصب هذاك، ربما هما ما نجحوش وشافوا هذاك النجاح ومتولد نوع من الغيره، يبداو في الكواليس ويحرضوا بعض الانصار، ربما هذاك الفعل من المناصر كان بتحريض من شخص اخر هو فهمه باللي راه على حقيقه. المهم الموسم هذا انا لاحظت شخصيا باللي هناك اتحاد جميع يعني جمهور شبيبه سكيكدا اتحاد بصفه يعني منتظمه، وكوننا مجموعه كبيره على يعني شبيبه سكيكدا عندها الترا هذه سونزا كونفين، هي اللي حققت هذيك التوليفه ما بين الجماهير قضينا على هذاك الانشقاقات اللي كانت في أيوة. في الفريق وفي الجماهير، وحتى اصبحتوا حتى تصنعوا بعض الصور الجميله في المدرجات. أكيد معنا أكيد. بعض الصور اللي صنعتوها في المدرجات، حتى الغناء كان بطريقه راقيه، في امكانيه نتابعوا الصور اللي صنعوها صار شبيبه سكيكدا في مدرجات، ليس الكليب لانه اللي قبله اجواء جميله صنعوها في مدرجات ملعب 20 اوت، طريقه الغناء اللي كانت على طريقه سيمفونيه نتابع. Yeah.
والفيليبين مدينة قوية يعرفوها جابت رجال والله يرحم الشهداء نبدأ ونقول نحكي وحكاية 21 36 بنوا والفيليبين مدينة قوية يعرفوها جابت رجال والله يرحم الشهداء على جلال لما الملايين وسكيك دي حربي شحال يحب التضحية عيسى دراوي بوشاش ونعيم شرق وشبيبة في كل مكان والله الزين مع قرب وعاونا شوق الشيخ يا مزينة وما درنا في العديان حتى ليسونس تاع شبيبة سكيكدا يتغنوا بتاريخهم يتغنوا باللاعبين يتغنوا ايضا بالفريق العريق تاسس سنه 36 900 او 1000 وقدم للكره الجزائريه اسماء كثيره مشاهدينا الافاضل نبقى مع الاجواء الحماسيه نبقى مع الحماس نبقى مع انصار شبيبة سكيكدا هديه منبر الجماهيريه الكليب للصور الجميله التي يصنعوها في المدرجات الملاعب الجزائريه نتابع ونستمتع واياكم تحية والعلامة الكاملة لانصار شبيبة سكيكدا علامة مسجلة في المناصرين الجزائريين مناصرين النوادي الجزائرية ومن خلاله نحيوا كل سكان شبيبة سكيكدا نحيوا روسيكادا ونحيوا ايضا مدينة الفراولة امين مدينة الفراولة القريبة والله برافو عليكم يعني تصنعوا اجواء حماسية واجواء رائعة دائما في المدرجات وهذا ما شاهدناه وما لمسناه من خلالكم ربما نوصل لختام البرنامج قبل ما نروح لفقرة المعلق الجماهير معنا الفائز مشاهدينا الفاضل نعود للكلمة الختامية على طول بدر الدين ومحمد لامين بعدها راح نعود لكم بعد الفقرة محمد لامين او بدر الدين عفوا كلمة ختامية والحلم راهو قريب وراكم تشموا رائحة الصعود لكن المأمورية صعبة شوية وما هيش في يديكم فقط كلمة للاعبين وايضا للانصار والادارة حتى تلتف بهذا الفريق فريق الروسيكادا.
نبدي نوجه رساله للاعبين، خاصه وحنا على مقربه من نهايه الموسم، نطلب منهم برك يشرفوا برك عقود مع شباب سكيكدا ويفرحوا الانصار اللي دايرين فيهم ثقه كبيره. وكذلك بودي نشكر قناه الشروق يعني بالمناسبه على الحياديتها ومصداقيتها احتفالات، على عكس يعني لو تسمح لي يا اخي خالد، تفضل. على عكس يعني بعض القنوات يعني في الجوله الفارطه يعني راحوا حرضوا ويعني وراحوا افتعلوا يعني خبر يعني ما كاش منه خلاص، اللي هو عند كي قالوا حديث عن ترتيب مباراه شبيبه سكيكدا مولودية سعيده، في حين رانا احنا يعني لو تشوف سلم الترتيب رانا الاقل حظا في الصعود مقارنه بالفرق الاخرى، راهو يعني خير غير شبيبه سكيكدا يعني كانت مستهدفه، في حين يعني ما يخفاش على الناس كلها على بالها في حين الجوله الفارطه كان هما مباراه يعني بالعاميه خدمت. احنا واش نتمنوا ان شاء الله؟ نتمنوا ان شاء الله الفرق تكون تلعب بنزاهه، يعني رانا في كره القدم الجزائريه، وبالمناسبه يعني مع رئيس الفاف الجديد السيد زاتشي اللي راهو يحاول باش يرجع ان شاء الله يرجع الكره الجزائريه لسمعتها ان شاء الله. حنا نتمنوا ان شاء الله كره القدم ان شاء الله تكون نزيهه واللي يصعد بصحته ان شاء الله. ان شاء الله محمد الامين، ان شاء الله كما قال الاخ بدرو ان شاء الله نحقوا الصعود، ومازالوا ثلاث جولات ان شاء الله نفوزوا بها، نحصدوا تسع نقاط ان شاء الله ما يكونوش كواليس في المقابلات. خايفين شويه على الكواليس؟ خايفين من الكواليس باسكو مؤخرا الحديث، كل الحديث على الكواليس في كل مقابله في كل جوله، يتهموا الحكام يتهموا رؤساء الانديه، وحنا الجمهور مطلب شبيبه سكيكدا راهو عطشان ومتعطش للصعود. وان شاء الله وراهم بعثوا معي رساله على غرار المناصر الوفي بيلي، راهو انسان يحب شبيبه سكيكدا لدرجه يعني ما تصورش كيفاه، وفؤاد الزميل يعني ان شاء الله. حتى نحيوا ايضا زميلنا محمد فوزي بالجامع، ايضا حارس اكيد انا نعرفك كصحفي، وايضا من خلال ايضا كان صغير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تكون الشروق فيها الخير علينا كما استقبلتونا، ان شاء الله نستقبلكم في فرحه الصعود في مدينه سكيكدا ان شاء الله. ان شاء الله وتكون على الطاوله فاروله مدينه سكيكدا ونحققوا صعود جميل وتعم الفرحه في ولايه معروفه بحبها وشغفها الكبير لكره القدم. ان شاء الله نربحوا عليكم خويا ان شاء الله. ان شاء الله. وايضا حيوا ايضا زهير قعريش او قريش معنا انفوجراف في القسم الشروق قسم انفوجرافيا، نحيوه ايضا مناصر شبيب سكيكدا. لما كنت نتحدث معاه نقول له شبيب سكيكدا خلاص نعرفها مليح، نحيوه ايضا. يلا مشاهدي الافاضل نصل اياكم الى فقره ثانيه او الفقره معلق الجماهير. اليوم سيكون الموعد مع اعلان نتائج المجموعه السادسه، فيها فائز واحد ليكون الاتمام للسداسي، ليكون الموعد بدايه من الاسبوع المقبل مع الدور النهائي. المجموعة السادسة كانت فيها أربع أو خمسة مشاركين، مشارك من تونس وآخر من فلسطين وكان ثلاثي جزائري، ونتائج ستكون في الجدول التالي نتابع فيها نسبة المشاركة لمن تحصل على المرتبة الأولى في مسابقة معلق الأسبوع من المجموعة السادسة، مشارك من تونس من سوسة، آخر من فلسطين ومن ولاية تمن راس بن الدين عبد القادر ومن خنشلة وسمير تملولت من شلف، هو الفائز بلقب معلق الأسبوع للمجموعة السادسة بنسبة 62.89%، هو المتأهل، هو المتأهل معنا إلى الدور النهائي. إذا كان سمير معنا عبر الهاتف نحييه ونقول له سلام الله عليك، هنيئا لك سمير. وعليكم السلام، تحية رياضية لك ولكل ضيوفك أخي خالد ومتابعي برنامج منبر الجماهير من داخل وخارج الوطن. تحيتنا لك سمير. سمير ركزت وأردت أن تشارك وأردت أن تفوز، وكان ذلك في المجموعة السادسة بعد ما خانك الحظ يعني في المجموعة الثالثة أعتقد، هذه المرة أعدت المشاركة وتأهلت إلى الدور النهائي، هنيئا لك مرة ثانية. أحكي لنا شوية سمير على 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 المشاركة اللي شاركتها من خلال مسابقة معلق الجماهير. والله سعيد جدا وممتن كثيرا لفضائية الشروق نيوز التي تعد واحدة من الفضائيات الرائدة إعلاميا في الجزائر والوطن العربي، فبعد اقتنائها لحقوق بث الدوري البلجيكي الممتاز هي قناة الشروق نيوز تبادر بإبراز المواهب الشابة في التعليق الرياضي من خلال مسابقة معلق الجماهير وقبلها كاستينج المعلقين الرياضيين، ومن حسن حظي أنني شاركت في كليهما بصراحة. مثلما قلت خالد اشتركت في المجموعة الثالثة ولم يحالفني الحظ، وشخصيا لا أعتبر المشاركة
الأولى تعثرا بقدر ما اعتبره تجربة مهمة ومفيدة مكنتني من التعرف على الطرق التي لا تؤدي إلى الفوز. تشجعت وأسريت وحاولت ثانية وغيرت الأساليب والحمد لله كتب لي الفوز وتأهل للمرحلة الأخيرة. غيرت الأساليب يعني كنت متنشط شوية في الفيسبوك كان رابع التصويت، هذه المرة ضربت بالثقيل 62.68%. ما شاء الله عليك يعني راك بالفعل خالد والفضل يعود بعد الله للأقارب والأصدقاء والإعلاميون والفنانون والرياضيون من داخل وخارج الوطن من تونس من فلسطين من الإمارات كل ما سمت إلي وسيله وتحية شكر من هذا المنبر. إن شاء الله سمير سيكون موعد مع الدور النهائي، شد شوية الحزام لأنه الدور النهائي فيه المنافسين يتأهلوا بجدارة واستحقاق حتى تكون الفائز إن شاء الله. ربما إذا كان معك شوية غير في الأساليب مثل ما كنت تتحدث لأنه الدور النهائي هي تعليق على مباراة من مباريات الدوري البلجيكي على المباشر من استوديوهات القناة، بالإضافة إلى تكون معنا مرافقا في طاقم القناة لمدة أسبوع. شكرا لك سمير، كلمة ختامية لك لمن صوت لك وأيضا لمن يتابع برنامج منبر الجماهير. شخصيا اسمحوا للذهاب بعيدا لمن احتلال المركز الاول في هذه المسابقه للمره الالف. اشكر قناه الشروق نيوز ومن خلال منبر الجماهير وطاقم الشاب الذي اتاح لنا فرصه الظهور والمشاركه في مثل هكذا مسابقات التي من شانها ان تنفض غبار التهميش عنا. تحياتي لك خالد ولكل ضيوفك ونلتقي في المرحله النهائيه بحول الله ان شاء الله. شكرا لك سمير تملوت من ولايه شلف الفائز معنا المرتبة الأولى في مسابقة معلق الجماهير عن المجموعة السادسة، كنت معنا عبر الهاتف، هنيئا لك مرة ثانية ونحيوك. شكرا. يلا مشاهدينا الفاضل هذا سمير التملوت من ولاية شلف، نعود إلى شلف كنت تحدثت عليها عندهم نسيت ما تكلمتلوش مع على المباراة. يلا معك كما كلمة ختامية مع أنصار شبيبة سكيكدا، تفضل. احنا مدايرين ثقة في الإدارة في طبو رئيس الفريق ومعه بوشول ومع الإدارة كاملة اللي معاه نور الدين، لازم يحلمونا الصعود كتب مقابلة هذه إن شاء الله نطلعوا ونحلموا الجمهور اللي حاضر والناس اللي ماتت عليها من الجمهور اللي ماتوا الله يرحمهم ماتوا صح على شبيبة سكيكدا ربي يرحمهم وإن شاء الله يشفي واحد مناصر أو في المستشفى إن شاء الله ندعو له بالشفاء. مستشفى كاين مستشفى مايو مستشفى تاع سكيكدا سكيكدا وكاين واحد في مايو كيتكلم لكم كنت تابعتكم عبر صفحه البرنامج فيسبوك ان شاء الله الشفاء العاجل. صرات الاكسيدون في بجايه ضربت تنقل مع انصار شبيبة سكيكدا لتشجيع الفريق في العوده حادث سير حادث سير نعم ان شاء الله ان شاء الله الشفاء العاجل له وايضا لكل المرضى. كمال عبد المالك كلمه ختاميه نختم بك. والله لو مود لا فان جو تيان بيرسونيلمون فيليسيتي لا شان شروق تي في بور سون اكوي بيان سور وان ديرني مو يعني نقول باللي لا بلاص دو لا جي اس ام اس اي دون لا كور دي غران parmi les grandes équipes اللي عندها 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 يعني عندها جماهير كبيره وهي اللي حلم يعني الشعب تاع ولايه باكملها من اقصاها الى اقصاها. نعم ولايه سكيكدا ماشي برك لو شيف ليو دو لا ولايه مي اي كومبري لي زوتر دايره لي كومين باسكو جيوغرافيكمون سكيكدا كبيره بزاف الله يبارك. طبعا طبعا كبيره وكبير ايضا الحدود تاعنا حتى الحدود تاع جيجل ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون الفرحه تكون لكم اذا ما كانتش الموسم هذا تكون في الموسم اللي فات. انا الشيء فقط اللي نتمنى عبد المالك ان تكون فيها نتائج ايجابيه لكم لانه الفريق ثلاث مباريات يحق فيها الانتصار يقدم ما عليه والاخر يعني ثلاث مباريات كي نشوفوا يعني دو بلي بري يعني هي في المتناول سبحان الله اون لي مويان دو غاني لي 3 ماتش ما نقدرش نقول فاسيلمون مي عندنا لي مويان سا سوا سور لو بلان تكنيك يعني في لي جوار ولا لو سوتيان تاع البيبليك ولا هذه سي ان شاء الله شدوا الحزام اش بالكم لازم تشدوا شويه الحزام باذن الله نو سوم ديتيرميني الطلعه وي بيان سور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انصار بلا حدود بشعار متحدين وواثقين ومعولين على اشبال غوميز ليحقق الصعود الى حظيره الكبار بعد غياب اكثر من 29 سنه. مشاهدينا الفاضل نصل واياكم لختام هذا العدد من برنامجكم منبر الجماهير مع انصار الاستيكادا لتنقلوا من ولايه سكيكدا الى العاصمه. هم انصار بلا حدود لكي يتحدثوا على فريقهم لكي يؤازرهم لكي يمدوهم بالدفع المعنوي. نلتقي بكم الاسبوع المقبل على نفس القناه ونفس الموعد. ابقوا فيها لبرامج الشروق لبرنامجكم منبر الجماهير. سلام.